وائل اهلا وسهلا فيك. انت كمان تعرضت لسرقه. نعم. انا قصتي غير قصته. شو قصتك؟ انت أنا مهندس مساحه. نعم. نعم. انا كان عندي زبون على طريق المطار. رحت لعنده لاعطيه معاملته سلموا اياه. نعم. رحت عم صف عنده، ما عنده محل باركينج. بالنهار او بالنهار بالليل؟ بوضح النهار، الساعة 3:30 الظهر صارت معي. نعم. عم صف عنده، ما في عنده محل باركينج، اضطريت صف على طريق مقابله. يعني هي على طريق عام، يعني نحن عم نحكي على الاوتوستراد. انا صفيت هنيك لفترة شي نص ساعة، من 3:30 إلى 4. بهيدي الفترة طلعت سلمت اوراقه، شلت انا من ملف المعاملات معاملته وطلعت سلمته اياه. بس خلصنا، يعني انتهينا بين حديث ونص ساعة تقريبا على الأرض. بهالفترة نزلت انا عم بفتح السيارة بطلع وراي بليل ازاز كله على البنك. ومسروق من عندي اللابتوب وجاكيت والملفات. بس الحمد لله كانوا الملفات انه فوتوكوبي. شو قيمة المسروقات وائل؟ بحدود شي 1200 دولار. كان في كاميرات مثلا؟ انت كنت حد مكان في كاميرات؟ انا كنت على طريق عام، وبوجهي كان في محطة الامانة طريق نعم. المطار الجوانية مش البرانية الاوتوستراد عم نحكي. رحنا فتشنا الكاميرات ما طلعت لهونيك. قد ايه بعيد عن المحطه بس كانت؟ يعني بيجي هو الخط الرايح، نحن على الخط الراجع، يعني راجع على المطار. كم متر تقريبا؟ شيء 8 امتار او 10 امتار ماكسيموم. ما لقطت الكاميرا؟ ما هن قالوا لي ما في كاميرات طلعت لهونيك. سالت الناس شو شافوا؟ عم نحكي بوضح النهار، يعني اكيد في منطقه مكتظه. هي بوضح النهار والسياره انا اكيد انها زمرت بهالوقت، لأن إذا بتفتحيها من جوا بتزمر. نعم. هو كاس الشباك الصغير ومدد إيده فتح الباب. نعم. السيارة. السيارة أكيد حتما زمرت. واللي صار أكثر، نزلت سألت الناس، قال ما حدا شاف شيء. الناس قالوا ما حدا شاف شيء. شو تحليلك وقت اللي يقولوا لك ما شفنا شيء؟ أنا ما بدي أتهم العالم، بس أنا بقول أكيد شافها. حدا يعني مغطي هالناس يعني؟ محتمل. تواصلت مع القوى الامنيه. نعم. المخفر الاذاعي قريب. نعم انا تواصلت، دقيت على 112 مثل ما صار معه صار معي. ايه شو صار؟ ما ردوا علي. ما ردوا على 112؟ صحيح. فينا نسال ليه ال 112؟ يعني اذا يعني كان المواطن اكيد لما يطلب ال 112 بيكون هو بحاله يعني استغاثه، فبنقدر نسال ونطرح هذا السؤال انه ليه مش ما بيردوا على ال 112؟ يعني هيدا فرجعت سالت وين في مخفر بروح اقدم بلاغ بس بالاوراق المسروقات المستندات. نعم. فرحت على مخفر الوزاعي قالوا لي، فتوجعت على مخفر الوزاعي وعملت محضر. هيدي اياها. هي هي القصه. شو تابعوا يعني؟ شو ما بتصور في نتائج التحقيقات؟ ما بتصور حيبين شيء. التحقيقات مش حتبين. هيدا لما تقولوا لي ما بتصور حيبين وما بتصور حيبين، يعني عندي وعند المواطن بتشكل إحباط معين إنه نحن بمكان بدولة ما عندنا ملجأ، ما عندنا سند، ما عندنا جهة، يعني الدولة اللي هي الحاضنة الأساسية واللي هي الملجأ الأساسي واللي هي يعني مفترض. نعم. إذا أي مواطن نروح لعند أمنا نشتكي وأمنا تجيب لنا حقوقنا. صحيح. فنحن طبعا ما بدنا نوصل لفكرة الأمن الذاتي. نحن استسلمنا نطلب من الدولة شيء يعني. إيه شو البديل برأيك؟ يا انا طالع لهون كرمال نبه العالم اللي عملت. شو تقول؟ شو طالع لتقول شو بفوت؟ ما يمرقوا بالليل غير على الضروره. وللاسف انه طريق مطار دولي، يعني ما في الواحد بده يروح على المطار، كان بطرابلس ولا كان وين من كان بده يمرق. كيف بيحموا حالهم؟ بده يكون حمايه شخصيه يعني، مع الاسف ما بقى في. شو يعني حمايه شخصيه؟ كانك عم تدعي الناس تتسلح الامن الذاتي. بده ينزل بده يحمل سلاح او بدي أقول لك شيء. أنا لو متت، أنا على لحظة كنت متت، أنا مين كان علم لي أولادي؟ أنا مين كان ربي لي أولادي؟ كانوا قالوا هذا سكران. صحيح. وفات بالنفق ومسرع، ما كان حدا عارف شو اللي عم بيصير. وأنا أكيد في كتير حوادث، في كتير حوادث ناس ميتة بالنفق. إيه؟ وما عارفين أنه من وراء شو السبب. أنت لما طلعت على السوشيال ميديا في كتير ناس تواصلت معك أنه أنا كمان صار معي هيك. صح. وفي ناس يجوا يخدوهم، يعني يخلصوهم يكونوا مسروقين أوريدي. نعم. وفي اثنين دركية. ولا مرة في شفتوا دوريات على، يعني أكيد أنت بتسافر بتروح وبتجي، شي مرة شفت دوريات على طريق المطار؟ عشان صفيت صفي غلط بالمطار دغري، يعني يعني تاكل زبوطة. أنا رحت لأدفع الزبط أكلت زبط تاني بخمس دقايق بس. لا ما أشياء المهمة ما بتلاقي. هلا على كل حال عصيرة القتل، يعني في عنصرين من الدرك وجدوا مقتولين بين هن هودي
في شخص من بيت حمدان قتل ايضا قبل يعني وصلوا الصليب الاحمر كانوا مسروقين وسئلوا الصليب الاحمر عن سلاحاتهم. نعم. على كل حال بتحب تقول شيء وائل قبل ما ننشد الدوله والعالم تنتبه ما تحط شيء مبين ظاهر. كيف تنتبه؟ طريق المطار هي طريق الزاميه صحيح سفر يعني طبعا هيدي مدخل البلد يعني مثل بيقولوا عنا. اذا كان مدخل البلد مش امن فما عندنا سواح نحن ما عندنا بلد امن تقدر نستقرب الناس لنا يحضروا لعنا. نعم. على كل حال نحن طبعا موضوع الامن الذاتي ما بنشجع عليه ابدا بالعكس بنرفضه. نحن كل الهدف من طرح هذا الموضوع انه ناشد الدوله اللبنانيه انه في مشكله حقيقيه عم بتصير على طريق المطار، في حوادث كثير متنقله بكل لبنان وبكل بيروت وبوضح النهار عم بصير في حالات سرقة، ولكن تحديداً على طريق المطار يعني بنرفع الصوت. أنا ضويت محل عم بصير يعني نعم. على الكاميرات بينت وين عم يوقفوا وكيف عم بيصيروا، وللأسف ما في حركة ما نعم. ما شفنا نعم. شيء بعد المشاكل كل يوم. حتى قالوا هلأ في حدا من كم يوم سمعت انه في حدا مات كمان. على كل حال جربنا يعني نرفع الصوت على امل انه الاجهزه الامنيه تتحرك لانه سلامه المواطن هي الاساس. نرجع نقول الدوله ثم الدوله ثم الدوله، ما بدنا كلنا نشتري سلاح ونمشي فيه، بدنا الدوله هي اللي تقوم بواجباتها وتحمينا. طريق المطار ممنوع تبقى طريق اشباح ورعب ونهب، خافوا الله فينا وبولادنا وباهالينا. مع احترامنا لألكم لكل آدمة بهالبلد اللي عم يعملوا شغلهم بضمير، هون لازم ننوه انه فجر يوم الأحد 7 نيسان تم توقيف شخصين عم شلحوا الناس على طريق المطار عم يسرقوهم، بس أكيد في كتار غيرهم. المطلوب إقامة حواجز ودوريات تراقب ليل ونهار الوضع ما بقى يحمل.